تأمل في قول الحق جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أي هناك عمل يكتب وهناك آثار للعمل تعود على العامل أول مرة. صدقون أحبابي إن هناك تحت الأرض أناس يترقون في النعيم، إي وربي في النعيم. ولأننا في برنامج يتحدث عن الأجر العظيم على الوقف اليسير السهل، خذ غرفة من هذا البحر الجميل. من أجمل الأعمال في هذا الوقت أن تذهب إلى وقف متعطل فتحييه. بئر لربما البئر قد جف، يحتاج إلى تعميق قليل، يحتاج إلى مضخة لرفع الماء. هناك بيوت متوقفة لأن الورثة بهم كسل، أو أن الميت رحمه الله ما وضع ناظراً لوقفه فهذا البيت متهدم. إعادة ترميمه ثم إعادة للحياة من جديد وزفه للعمل، والغلال التي تأتي بعده تعود للفقير وابن السبيل ولغيرها من أجمل الأعمال. من الأعمال اليسيرة أيضاً فتح الطرق. إن بعض القرى بالذات وما بين المزارع بالذات وبعض الحارات القديمة يحتاجون إلى أن ينفذوا إلى طريق آخر ولا يستطيعون. يا شيخ فتح الطريق، إذا كان رفع غصن الشوك من الطريق من موجبات الجنة، فكيف بمن يفتح طريقا كان على الناس سلوكه صعب؟ أذكر أن رجلا كانت له أرض، وكان المسجد في شارع مظاهر للبيوت الخلفية، فكانوا إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد لحقتهم من المشقة ما يلحق، ففتح لهم في بيته طريقا من باب البيت المجاور للارتداد حتى أخرجهم إلى الشارع الذي بعده، وعاش سعيدا بمرور المشائين إلى بيوت الله في الظلم وغير الظلم. من أجمل الأعمال أيضا من الأعمال اليسيرة أن ترى الحفر في طرقات المسلمين، بدل ما تبدأ تنتقد الطريق وكثرة حفره، يا أخي ما أجمل أن يكون منا من يسترها ويغلقها. وأنا رأيت رجلا كبير سن في قرية من القرى في صبح يوم الجمعة، كل جمعة يقولون أهل قريته، يخرج بسيارة فيها اسمنت وبطحة فيستر تلك الحفر، يقول: أريد أن أبعد الأذى عن الطريق وعن المسلمين. أعمال يسيرة والأجور عظيمة، ولا تدري ما الذي يقودك إلى الجنة. الله يسلككم طريقا طاعته. قولوا آمين. استودعكم الله.